يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن الكفار إخوان لنا في الإنسانية وليس في الدين، هل كلامه هذا صحيح؟ الإنسانية ما يكفي هذا، ما يكفي الأخوة في الإنسانية، ولا يقال هذا من باب تقريبهم أو العطف عليهم، لا ما يقال هذا، يقال هم أعداؤنا ولا يقال إخواننا في الإنسانية، بل يقال أعداؤنا في الدين. إذا كانوا أعداءنا في الدين، فماذا تفيد الأخوة الإنسانية؟ ماذا تفيد؟ أيضا فرعون إنسان، يا فرعون إنسان ولا لا؟ إيه يقول أخونا؟ من يقول هذا؟ نعم.